ما ارتفع معي الا من ذا البرجر. انت قاعد انا شفتك تقلي بيض كله زيت، شفتك لا بيض انا زيت كله زيتون. زيت زيت زيتون حتى لو زيت زيتون جايبه من الجوف. ليه تسب الزيت زيتون حق الجوف؟ كذا غبي بصعد المواضيع يا سعود. سعود في المدرسة كلها دقيقة. أنا تعرف كثرة الشيء، اسمع كثرة الشيء لا من زاد يا حتى تنقلب ضده. أقول لك شيء والله خلنا أقول لك صدق. تفضل. والله أنا بالنسبة أتكلم عن نفسي أكل البيت جميل والله جميل. هذا ما عليه خلاف، والله ما عليه خلاف. في مطاعم يا ناس أنا أشوف أطفال يأكلون في مطاعم تعمر يا ولد، مصيبة يا أخي. صعب يا سعود، حتى أنصح مشاهير ما أنصح مشهورات، تكفون لا تعلنوا في المطاعم إلا النظيفة. سعود قلها الله حق، إحنا ما نعلن إن شاء الله اللي عايشين نظيف. الشيء الثاني الوجبات برجر ذي يعني معروف إنها فاست فود، وجبات سريعة حلو. مو زين إن الطفل يكون صغير ويدق لك بماك يدق لك بماك، طبيعي انه بيتنفخ. يا عيال يا عيال، لما رحت لندن يا الله دخلت سلفريج، شايفين كيف؟ اول ما دخلت سلفريج وانا طالع من شارع اكسفورد رايح على شارع كابديلي، ووجع على جسمه سلفريج، وادخل ذاك المبنى اللي كله براندات كله براندات، بس المشكله ما في يعني ما في بريطانيين اجانب، لا كلهم عرب. يا رجل ألف يمين يسار أحص العرب، وين الناس؟ المهم وأطلع من سلفرج وأروح على هرمز هذا، وأروح أخذ لي قهوة، ها قهوة يحبها قلبك من مطعم يعني. هذا المطعم مشكلة. يا عم اسكت يا واد، اسكت يا واد، اسكت يا واد، افقع راسك بدلة يا واد، اسكت يا واد، سريلك 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 سريلك.